كاين شي واحد يقتل امه وباه هو والده 19 وحامل بيه ومربيه وقراه وعلمه في الاخر جاي مخدرس. غير مخدرس ما كاينش غادي غير مخدرس ما يمكنش شي واحد يقتل امه وباه كيتعمل واحد صافي كيبقى بالليل امه وباه هذا هو السبب اختي من غير هادشي ما يمكنش حيت امبوسيبل تقتل امك وباك راه مشكله سمعناها اختي بقات فينا ديك الدريه بقات فينا ولكن التفاصيل ما عرفناش واش راجلها واش عشيقها واش ما حنا ما عارفينش التفاصيل ما قدرش يعلم يعني بها الله سبحانه وتعالى هو تعدى عليها مسكينه غادي الخمسه خارجه من الصباح قدم على 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 امي وباها تزقت مسكينه غادي الروضه ميته ما عرفاش راسها اش غيزوق عليها لا حول ولا قوه الا بالله لا اختي حنا الحمد لله الجيل ديالنا حنا الحمد لله كبرنا في الرياضه وباقي الحمد لله حنا دابا الحمد لله وليداتنا وعندنا احفاد انت كتشوف الحمد لله صحتنا كيديره صعيب شويه صعيب اللي ما رحم ربه وصراحه صعيب 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 اللي رحمه الله سبحانه وتعالى حنا كنربيو كنبغيو نديرو محاولة نغيرو نرجعو ولادنا بحالنا وحسن منا ولكن الله يهديهم هادشي اللي نقول لك الله يهديهم اختي الله يهديهم ولك بالنسبه لهاد الشيء ولينا كنسمعو كثير بزاف لدرجه ان يعني حتى بالنسبه للانترنت عاد كتفتح كتلقى هاد الشيء وماشي كتلقى مثلا موضوع ديال مثلا واحد يعني شفر ولا شيء كتلقى القتيله عندها علاقه بام او اخ او بسبب شي حاجه ما نكذبش عليك لان هاد الشيء كله انا جاني الله اعلم كاين اللي مريض نفساني كاين بالنسبه اللي ما خدامش وما عرفت كيفاش باغي يبرد هاد الشيء ديالو ما عرفت المخدرات وداك الشيء هو اللي كيجعلو انه يقتل باغي هاد الشيء كله غيكون رايي انايا انه ما هو مادي قسما بالله الا كنشوف لاج ديال هاد الشيء باقيين صغار يعني الجيل اللي طالع دابا حاليا راه واعر راه ما غاديش تلقى شي واحد قتل مو ولا خو ولا با ولا شي حاجه وتشوف في لاج ديالو غتلقى مثلا زيد 80 ولا 70 الا الجيل ديال داك الوقت راه ماشي هو هذا ديال هذا صعيب باقي صغير دوي معاه هذا دوي معاه مور غيجي واحد الوقت الام غتقول ولدها سير تخدم راه غيضربها يعني كنقول انا النقطه ديالي هاد الجيل هذا صعيب بزاف اش نقول لك العامل ديالي انايا واش القنوات اللي بدلت التفكير ديالهم واش نقصوا على الدين والتواقع المواقع الاجتماعيه ديال شي ديال الانترنت حتى هو عنده كاين بزاف د العوامل الظاهره هذه كتلخص في البطاله اولا ما لقيتش ما يدير وعاود ثاني دوك الحبوب مهلويسه سميتي السبب الرئيسي ديال هادشي كامل انا كنظن من كنطلب من الدوله تناشد بهادشي اللي كيوقع دابا ودير شي حل باش تخرج من هاد الازمه ديالها حيت هادشي كثر هاد الجيل هذا ولا معصب واللي جا اللي كدوي معاه كيشعل معاه كنطلبوا من الله يدير شي تاويل للخير الله يهدي الشباب الله يهدينا اجمعين ان شاء الله ما منظنش يكون في الوعي ديالو حيت الا كان في الوعي ديالو يقدر شي واحد يقتل امه ولا اخته ولا ماشي في الوعي ديالو واكل شي ذوك الحبوب اقراص نقول لهم كفى من هاد من هادشي اللي كديرو ورجعوا للطريق الله وتبعوا الطريق الصحيح ان شاء الله ما لا يصح الا الصحيح غيكون ان شاء الله غير الخير غير انسان يحاول يبعد على ذاك الطريق اللي ما مخرجهش حتى ما خرجهمش ما غاداش تخرجهم وعمره غاداش تخرجهم اسالوا الله السلامه والعافيه والله يهدينا اجمعين الجرائم جايه من قله التربيه والناس ستريسي والناس وكل شيء على الطمع الانسان تيقدر جريمه اذا هو ماشي كابابل على باش يعيش راسه ولا يحل المشاكل ديالو راسو هادشي ولا جاربين العمل في العالم كامل العالم كامل جاربين تنسمع عنا حوايج اكثر من هادشي في اوروبا بزاف كاع اكثر من هادشي جاربين العمل هادشي هذا على قبل على قبل الورد على قبل الفلوس على قبل فرق ما بين الخوت ما قبل واحد نفضلو على الاخر وتيوقعوا جريمه كاك وانسان تيكون ماشي في خاطره ولا ماشي في عقله ولا وهذوك الناس اللي يديروا الجريمه هما خصهم يتربوا وخصهم يتعلموا ماشي التربيه تاع الحبس اول حاجه الا جا الجريمه جرت عائلته خصنا نعرفوا السبب علاش اللي دفعوا وباش تداوي بنادم خصك تشوف السبب ديالو اللي دفعوا يدير داك الشيء وتبعوا من الاول السبب علاش ومن هادي وتبعوا الدواء وتبعوا هادي وتبعوا هادي وتبعوا يكون بنادم متبوع مع طبيب مع حاجه ومع متبوع من انسان اللي سمع الهضره ديالو واللي يقدر يعطيه النص يسمع الهضره ديالو المشاكل ديالو من ثم يبداو اذا حكمتوا على واحد بجريمه ديريكت ومو دخلتوا مع المجرمين غيخرج المجرم اكثر